والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل يا مشتركاتي الحبيبات، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي بصحة وبعافية، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. بما أنه ربي الحمد لله استجاب لدعواتنا ندعو فيها يعني في النهار ولا في الليل فيما يخص الغيث، الغيث والأمطار النافعة. الحمد لله اليوم احنا رايد طيح عندنا الأمطار النافعة، ولا نقول الغيث ولا الماء النافع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي أغاثنا واستجاب لدعواتنا، راه تكون امطار تاع خير يا رب، باسكو خلاص بزاف والله نشفنا وكثرت الامراض نتيجه هذا الجفاف اللي تعرضنا ليه. اذا نعود لموضوعنا لمحبات وعاشقات السكاي اللي خلاص يعني يسكن فينا خلاص. اذا هنايا هذه القطعه كتبقات لي من نصف متر، هذيك الكوتشي ديالها ب 20200 دينار، هذه الورديه خدمت منها ساعه في تاع بناتي ثلاثه، وخدمت هذيك البوشيط تاع التليفون والبوشيط الاخرانيه تاع الحمام ولا تاع المكياج كما حبيتو ديروها. اذا هذه القطعه كم تشوف فيها بالطول، وراني هنا درتها بلي زيبانغ، هنا الطول تاعها 32، راني طويتها 32، انا حكمت بلي زيبانغ باش يعني ما نطولش بزاف. هنا 32 كامل على 11، 32 على 11 قيستها، 32 على 11 تحكموا تطبوها من جهه تاع 32، حيت عندنا هنايا 16 صافا دير الا فيرميتور يكون طولها 16، مي انا زدت لها 1 سنتيمتر واحد منها صافي رجعت لنا 18 سنتيمتر. هذه لا فيرميتور شريت تاع بالمتر ونقصص انا واش نحب، يعني حاجه صغيره ولا كبيره سا ديبو على الحاجه اللي يعني نسحقها شحال القياس تاعها. درت لا فيرميتور تاعي كما راكم تشوفوا، الوجه للوجه، الوجه هاوليك تاع لا فيرميتور للوجه تاع السكاي، ونحكم كامل بلي زيبانغ لهنا هكذا كامل. هذه اول خطوه هاي ليك، ومن بعد كي نخيط هذيك الجهه، وطبعا ندير رجل تاع الفيرميتور اللي وريتها لكم لا ديرنيير فوا، كي نكمل هذيك الجهه ايضا نحكم كيف هاي ليك نفس الشيء، هاي ليك نحكم بلي زيبانغ هكذا اللي تكون تخلط لها، ولا تحكم بلي زيبانغ وتتاكد بيان بلي لا فيرميتور مش راح تجيها يعني مقلوبه، وتخيط هكذا الفيرميتور تاعنا. راح ندير اليوم بورت موني تغلق لي الباب، تشوف الحاله كيفاش ظلامت. انا هنا ما عنديش طاقه وراني يعني وراني عندي هنايا باب هكذا بكم نروح الريح، معليش الحمد لله الريح وبصح مع الامطار النافعه ان شاء الله. جا اليوم الصباح انا عرفت بلي راح تطيح الشتا، باسكو جا واحد البرد، طاح واحد البرد ماشي كيما ليا ما تاخذ الصباح الشميس، الله الله بديك السخانه اونتي غير انا في خلاص انا في الربيع هكذا. شوف بورتموني تاعي مش راح يكون هكذا الشكل تاعو، هنايا خليكم في الاخير، هذه نخلوها نسحقوها كامل في الاخير. رانا درنا يعني اللي ما تفهمش والله يعني بلي كامل تفهموا ما شاء الله، انا شفت اعمالكم كامل والله ما شاء الله روعه كامل، الله يبارك ما شاء الله. ميم وحده مبتدئه بصح تخدم خدمه ما شاء الله سكاي والله، يعني جد يعني حاجه يعني مشروع مربح، يساعد ساهل في الخياطه تاعو، ساهل في التشكيل تاعو في التقصاص، يعني اي وحده تحب تخدم على روحها تخدم سكاي هكذا. ما نطولش عليكم شوفوا كيفاش، ها حاجه سهله. القطعه تاعنا قلنا 32 على 11 نطبوها على زوج، نديروا لا فيرميتور تاعنا الوجه للوجه شوفوا كيفاش، ونحكموا نخيطوا الجهه الاولى بيان سور نفتحوها منا، تفتحوها شويه وتكملوا تخيطوا الزوجه بالرجل تاع لا فيرميتور كما راكم تشوفوا، ونخيطوا ايضا هذه الجهه حاجه سهله مهله. عندنا هنا هذه القطعه نسحقها في الاخير، وعندي ايضا هذه لقيتها ولا غير تاع واحده من بناتي كانت هنا بي ولا مانيش عارفه كسرت جات ارمي عجبتني معليش حبيت نديرها هكذا، باسكو هذا البورتموني صافي ليا ولا لوحده من بناتي مش راح نبيعو ولا ندير هكذا، انا هكذا صافي هذه مع الاخر، ومن بعد نديرها هنا هكذا ونخيطوها مع الاخر. هذه قطعه صغيره كان قياستها 11 باسكو قطعتها من نفس الجهه منا، هذه كانت عندي شويه زايده نحيتها هكذا 11 على 2.5 سنتيمتر. نتوما ديروا واش حبيتوا، تحبوا تكبروها ولا هذيك زعما نديروها هكذا مع الاخر برك البورتموني يشبح ولا منين نشدو. هذه نخلوها ادكوتي، انا نروح نخيط منا ومنا ومنا كامل لافيرميتور منا، ونرجعوا نشوفوا واش رايحين نزيدوا نديروا الخطوه الجايه. اذا هاي لك هنا خيط منا
وخيط منها لا فيرميتور، خيط جهه من بعد جهه الزوج، ومن هنا وسيت هكذا بيان، باسكو هنا شغل الزوج قطعت، يعني هنا كان جزء واحد هكذا، ديروا لها هنايا بيان هكذا رجعوا. والله غير ماشي تاعي غبلتني بزاف، لازم نديها للخدام يشوفها لي هنا واش نديرو. خلو هكذا تاعنا لا فيرميتور هنا شويه هكذا ونحكمو. عندي هذه هاي اللي هنا الجزء تاعي هذاك الصغيور، القطعه الصغيره تاع زوج ونص على 11 خيطتها ودرت هنا هذه تاعي. ديروا اي حاجه نتوما هاي ليك، نديروها للداخل هاي نحكمو. شوفوا هذه الجزء تاعنا هكذا، تشوفوا هكذا هكذا، ما نخيطوهاش هكذا ديريكتوم. شوفوا كيفاش ديروا هكذا عكسوها باش يجينا بورتموني منا، عنده شكل هكذا مختلف القاعده تاعو. ديروا هكذا، ديروها تري بيان هكذا في الوسط هكذا، نخرجوا هنا منا شويه، نديروا ايضا لا فيرميتور هنا هذاك الجزء، من بعد حنقصوا زياده، نحكموها تري تري بيان ونخيطو عادي هكذا بيان. تطفي نروحو زوج مرات ولا ثلاثة، نحو البقايا هكذا ونرجعو نتلاقاو نشوفو يعني واش نكملو واش نديرو. هاي ليك هنا عباكم مشينا كغاف، والله كغاف كغاف، محبش قاع تخيط لي، كارثة عظمى. أنا نخيط نجي نواسي والخيط هكذا يطير يطير كامل، يتنحى كامل كاع من الماشينة ماشي من البرابرك. هذه لازم لها ريكلاج ولا معلبش، مهم هذيك الرجل نزيد نوريكم ونعاود لكم تاع تاع الفيرميتور. كي تحبوا تخيطوا هذا الجهه تاع الفيرميتور مثلا الجهه اللي منها هكذا، الرجل ركبوها ديروها هنا، شوفوا راهي تلصق لكم في هذه الجهه. كي تقلبوا من الجهه الاخرى ديروها منا، تدخل لكم هنا في هذه الجهه هكا، مره هنا مره هنا، تعاونكم بزاف. هذه هي الرجل تاع جاتني مع الماشينه، تلقاها مع الماشينه. هاي اللي هنا قلت لكم غبنتني غبينه كحله، مي نكملوا باذن الله. شوفوا هنايا راح نفتحوا معاكم حاجه سهله، ما هنا مشروع نقول لكم مربح 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 للغايه. السكاي يا حبيبي سكاي، انا والله غير كون لقيت لي بيع لي اللي سوق لي سنه، ما عنديش بناتي والله غير ما حبوش رجعوا يحشموا كيروحوا للديار. شوفوا هنا هاوليك بورتموني تاعنا في خطوه جد بسيطه، شفتوا هاو جانا بورتموني، شوفوا شحال شباب، شوفوا هاوليك هنا درت له مع الاخر باسكو من بعد كي نجرب ندخل هكذا، يعني هكذا تحبوا مع الاخر ديروا، انا حبيت ندير هكذا باسكو باش من بعد السكاي تاعي ما يتقطعش ولا هي. شوفوا شحال شباب، اذا نتوما لكم الاختيار، تحبوا تخلوه هكذا كيما هكذا فقط، ما ديروا لي قاعده ني وجهني شويه عوج منا من بعد نزيد نسقمو. محمد وليدي ثم ماشينا غبنتني معليش هكذا، شوفوا شوفوا شحال شباب هكذا، شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعو هكذا. تحبوا ديروا منا كيما تعودنا، نعاود نفتحو لكم هنا في الزوايا، انا درك ندير له شويه ما خليش هكذا، ثم تحبوا تخلوه بهذاك الشكل هذا كافي ووافي ان شاء الله. هنا هذا الكامل هنا الزوايا هنا وهنا وهنا، هنا راح ندير ندخل بشويه برك هكذا نصف ولا واحد سنتيمتر القاعده اللي كنا تعودنا عليها هكذا، ومنا ايضا ندير هكذا نصف ايضا ولا واحد سا ديبون درك نقيس، ومنا ايضا نفس الشيء. وراح يكون بورتموني تاعنا ان شاء الله واجد وجاهز في مظهره النهائي. انتما كما تحبوا تخلوه هكذا ديريكتومون، اللي تحب دير مشروع مشروع يعني ما تظلش يعني تخدم في روحها ودير هذيك القاعده كلش، دير ديريكتومون هكذا. اصلا راحني يعجبوهم حاجه شابه وحاجه يعني حاجه جديده وحاجه شابه. انا نكمل هكذا وهكذا وهكذا ونرجعوا نشوفوا البورتموني تاعنا جاهز في المظهر النهائي تاع. هاوليك البورتموني تاعي وبعد جهد جهيد، والله شوفي صغيور كما نقولوا صغيور ومحاينو كبار، صغيور ومحاينو كبار، والله الماشينه ما جاي تخيط لي غير بطلوع الروح كما يقولوا اخوانا المصريين بطلوع الروح. رحمة على خير، شوفوا شحال ديال شباب، شوفوا شفتوا هنايا هذيك هنا اللي قلت لكم تاع القاعده درت واحد سنتيمتر هنا، هاي لك مازال ما قطعتهمش دوك من بعد نقطعهم اليوم معليش صغار ماشي هي المشكل. هاي لك هنا شوفوا كيفاش يرجع، شفتوا الفرق من قبل كان خارج لنا هذيك يعني هذاك القرن تاعو هنا الزاويه كانت خارجه، وشنو دخلناها برك هذا ما كان، دخلنا الزاويه ودخلنا الزاويه دخلنا الزاويه. نتوما تحبوا تخلوا هكذاك بالزوايا تاعو، لا حبيتوا ديروا مشروع مربح ديروا خلوهم هكذاك بالزوايا تاعهم هكذا مثلث،
وكاين اللي ديروا لهم منا هكذا. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعو، شوفوا هكذا شو القاعده، ومنا ومنا يجي الشكل تاعو شباب ولا اروع. على عندكم كيما هذا يتباعوا ايضا، ديروهم هكذا والله غير مشروع مربح. هذا البخي تاعو هكذا جاب لي ربي 15000 20000. شوفوا شحال شباب، بخطوه جد 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 بسيطه وسهله، اي وحده تقدر تخيطو وديرو ليها لبناتها اللي عندها بناتها كبار. انا يعني بناتي مازال يعني تاع لي يديروا دي بورتموني، مي معليش. عندي الكبيره اللي علم الكبيره عندها 12 سنه ونص، واللي موراها 10 سنين ونص، والصغار هذوك البزاوز اللي مداري فيها حاله، وحده عندها عامين ونص ومحمد عام ونص. كنت طولت صراحه ما جبتش، مي معليش كنت طولت لواحد السبب راح نذكر لكم دوكا، وراح نشرح لكم فيديو ان شاء الله في الايام الجايه. اللي عندي مرض مزمن، مرض مزمن تاع يعني ما منعنيش، مي على جالي الدواء اللي كنت ناكل فيه هو اللي خلاني ما نقطع يعني ما يعني ناكل الحبوب تاع منع الحمل، وما لازمش نحمل وانا في هذيك الحاله. رايحه ان شاء الله نقول لكم على المرض تاعي ان شاء الله والاعراض وعلاش، ونعطيكم نصائح لخواتاتي باش ما تطيحوش في يعني فاش طحت انا. هاوليك هنا بورتموني تاعنا، معليش هكذا منين داك نديرو دردشه هكذا منا منكم تعرفوا. شوفوا شحال جا شباب ولا اروع، نوعوا في الموتيف تاع السكاي في اللون، ديروا يعني كيما حبيتوا، صغروا كبروا كيما حبيتوا. هذه فكره لي كمشروع مربح، ميناء سكاي بورتموني بهذه الطريقه تجيكم شباب ولا اروع. هايديك هنا بورتموني تاعنا، شوفوا كيفاش يعني يجيني شويه معوج، مي سي با غاب نورمال. هاوليك قياس تاعو كما عطيتهم لكم 11 قطعه، 11 على 32 قطعه صغيره، 2.5 على 11 لا فيرميتور، كنا 11 وزدنا لها منا ومنا هكذا جاتنا 13 هكذا سنتيمتر. شوفوا كيفاش، عفوا كنت درتها من الجهه الكبيره، الجهه الكبيره هي 16 وزدنا لها واحد منها 18 سنتيمتر. راكم شفتوا كامل الفيديو هكذا باش الواحد برك ما يغلط. هاوليك البورتمون تاعنا جاهز في مدار النهائي ان شاء الله. المشاركه والدردشه تاع اليوم ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. كي ان شاء الله نزيد نشري قطعه واحده اخرى، نزيد ندير لكم هكذا اشياء اخرى. عندي قطعه من هذيك الرمادي، ماشي الرمادي، هذيك لارجونتي قعدت لي شهر، نزيدو نديرو بها ثاني ابورتموني نوع اخر، انتظروني ان شاء الله. وزيد نشري ثاني ندير لكم هكذا حوايج واحد اخرى ان شاء الله تستفادوا منهم. اذا نتلاقاو في فيديو جديد وفكره جديده من فيديوهاتي وافكاري انا ام محمد وثلاث بنات. الى اللقاء ومع السلامه. Oh.